صدور الفراخ المحمره زي البانيه بالظبط، بس هوريكم طريقه شكلها اشيك كده جديده. احنا عندنا صدر فرخه، صدر الفراخ ده سليم زي ما هو، يعني دوبك شايل منه العظم بس. صدر فرخه سميك كده حلو زي ما هو كبير، مش الرفيع، مش هينفع فيه الرفيع، لازم الصدر يكون سميك كده تمام. فعندي صدور فراخ، بقسماط، دقيق، بيض. طب هنتبل ده بايه بقى؟ عندي هنا بصل باودر وتوم باودر وشويه بابريكا وشويه زعتر وشويه ملح وفلفل واي توابل انت بتحبيها، يعني زي ما انت عايزه حطي التوابل، شويه شطه، عايز حطي شطه حطي شطه، يعني اي توابل انت عايزاها خلاص، وملح وفلفل طبعا ده الاساس بتاعها. فانا عندي صدور الفراخ بالشكل ده، هنعمل فيها ايه الاول بقى؟ هوريكم ايه الشكل بتاعها هنعمله ازاي. نجيب بس بوله عشان اقطع وارمي فيها صدر الفرخة. انا عندي دي والبقسماط والبيض، ده اللي هبني بيه عادي خالص تمام. عندي التوابل بقى، هتبقى الايه؟ توم باودر وبصل باودر، بسم الله الرحمن الرحيم، شوية بابريكا، شوية زعتر يدي ريحة حلوة كده للفرخة، شوية ملح وفلفل، ماشي. عايزة تحطي بقى أي حاجة تانية، عايزة تحطي أي بهارات تانية اللي يريحك خلاص. أنا بس هديها شوية معلقة خل كده أو عصير ليمونة، يا خل يا عصير ليمون، ماشي، معلقة واحدة، وأقلب فيها ده كله كده، يا خل يا إيه، يا عصير لعصير ليمونة، يا إما تحطي شوية خل عليها. هنيجي بقى هنا كده خلاص، والزعتر ده حسب ما انت بتحبي. هنمسك بقى صدور الفراخ كده، هنبدا ايه نشق شقه كده، ما نوصلش للاخر كده، ما نوصلش للاخر، ما نوصلش، عباره عن فتحات بس اهي كده بالشكل ده بالشكل ده. طيب خلصت بقى تتبيلها، هنمسك هنا كده ونبدا نحط لها الايه التتبيله بتاعتها، اللي هي ملح وفلفل، زعتر، بصل باودر وتوم باودر. وشوية خل أو عصير ليمونة. طيب عملتها بالشكل ده، دعكتها، سبتها على الأقل، طب سيبيها ساعة في التلاجة، يعني أقل حاجة. وبعدين بنمسك بقى كده الصدر كده بعد ما سبته في الدقيق، أبدأ أحطه في الدقيق بالشكل ده، ها، واخلي الدقيق يخش بين الايه، بين الحاجات اللي انا مقطعاها، الشرايح اللي انا مشرحها لها بالشكل ده، ماشي كده كده، خلي الدقيق يخش بينها كده بين الفتحات، عشان ده اللي هيعمل عازل ان هي ما تمسكش في بعض. طبعا بتعملي العدد اللي انت عايزاه بقى، عايزه تعملي صدرين ثلاثة أربعة حسب عدد افراد الاسره، تعملي لهم كده، نبدر كده ايه بينها كلها. بيض هناخد ايه، اتنين بيض او ثلاثة طبعا حسب كمية الفراخ اللي احنا عاملينها او صدور الفراخ. فهنا ممكن نحتاج ثلاثة عشان دي كمية كبيرة شوية، وهنحتاج شوية مية صغيرين عشان نفك البيضة، وشوية ملح وفلفل. ده غدا بقى سهل خالص، وجنبيه بقى مكرونة ولا أي حاجة أو محشي بقى، تبقى عشان السهولية كفاية، المحشي صعب نعمل ده سهل. تمام كده، كمية بيض مع شوية لبن أو مية اللي انت عايزاه. أنا زيت بيسخن عندي، همسك كده بقى، أدي البقسماط، هنزل برضو اهي، همسكها كده أتأكد إن كلها بينها الدقيق مظبوط،
عشان لو واحده ما فيهاش دقيق هتلاقيها لزقت في بعض، ما عملتش ايه الشكل اللي انا عايزاه. تمام كده اهي، ننزل في البيض. اتاكد من الفتحات وانزل في البقسماط. خليها كده على جنب، نعمل التانية. اتاكد برضو الدقيق. شوف ساعات حاجات بتزوغ كده. بيض. اتاكد برضو ان الفتحات كلها بتتملي بيض عشان تشيل الايه؟ عشان تشيل البقسماط. تمام اوكي كده. املى بقسماط اهي كده. بصوا الشكل ده، واروح نازله في الزيت الغزير اهي كده. تمام اهي الشكل ده، واروح منزله في الزيت. باكد عليه بس شويه كده. وبص كده، بصوا حاولوا ايه، نبص جوه هنا لو لقيناه مفتح شويه ممكن احنا نعوج بايدينا وندخله جوه الزيت تاني، ماشي؟ بحيث ان انا من جوه كله اسويه كده، الشكل ده كده. تمام، انا احسن بلاحظ ان هو ني شويه، بروح عامل العامله دي. لقيت ان هو كويس خلاص متفتح مظبوط، طبعا كله بيشرب دقيق وبقسماط بيبقى جوه ما بين الفتحات مظبوط، بيبدا ان هو يفتح لوحده كويس جدا. تمام، بس بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. دي بقى عشان السكينه كانت فالته فيها فخدت راحتها ان هي تاخد دقيق وبقسماط.